السلام عليكم بنات، مرحبا بكم معايا في القناة. فيديو جديدة ان شاء الله تلقاكم على الفيديو كامل بخير وعلى خير يا رب. اذا كنت هذه اول مرة تشاهدوا القناة، نتمنى تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكامل المسابقات والفيديوهات ان شاء الله اللي راح نحطوها على القناة. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو راح نشارك معكم وصفة كالزوني ايطاليا، وصفة رائعة في تطريفة بعجينة قطنية رائعة، عجينة ناجحة 100%، تصلح ايضا تديروا بها دي بيتزا، عجينة رائعة كما راح تشوفوا معنا. اذا بلا ما نطول عليكم ونروح نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. اذا البنات، بالنسبه للمقادير ديال العجينه، عندي 200 ملل ديال الماء يكون دافي، 100 غرام ديال لاشومول اكسترافين ولا الدقيق الطب، مغرفه ديال الملح، 250 غرام ديال الفرينه، مغرفه صغيره سكر، مغرفه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، و 3 مغارف كبار ديال الزيت. انا استخدمت زيت الزيتون، من الافضل في هاد لي بات ايطاليان سواء بات بيتزا لا بات كالزوني، يعني هاد العجائن الايطاليه نستخدموا زيت الزيتون باسكو هما معروفين بزيت الزيتون كيما حنايا في الجزائر، يحبوا يطيبوا بزاف بزيت الزيتون. اذا بالنسبه لطريقه التحضير، كيما شفتوا في البول ديالي ولا غير في القصعه اللي راح تخدموا بها، نخلطوا هذيك الفرينه الملح والسميد، السميد تستخدم لاجومول اكسترافين، ومن بعد نزيدوا عليهم السكر والخميره ديال الخبز، الزيت والماء، الماء 200 مللتر، يعني ني بلوس ني موا راح نسحقوا 200 مللتر، ومن بعد راح نجمعوا كامل هاد المقادير مع بعضهم حتى تشكل عندنا عجينه، وبعد نعجنوها شويه 2-3 مينوت غير باش نعطوها الوجه ديالها يكون ملس. وهنايا انا ضفت شويه ديال لو بازيليك، اللي هو الحبق على ما اظن، غير باش نكي العجينه ديالي. تقدروا تضيفوا اي اعشاب مناسبه يكون عندكم، ولا تقدروا ديروها عجينه ناتور تخليوها كما هي ما تزيدوا لها والو. فوالا البنات، كيما راكم تشوفوا العجينه ديالي بعد ما جمعتها عجنتها شويه 2-3 مينوت برك حتى ولا الشكل ديالها املس. كيما راكم تشوفوا القوام ديالها كيفاش جديد شويه تبدا تلقى روحها بصح ما تلزقش. دوكا راح نديرها في المنبول ونغطيها ونخليها تتخمر حتى يضاعف الحجم ديالها. وفي هذه الاثناء نروحوا نوجدوا لا فارس ديال لو كاجن ديالنا. انا هنايا درت اون فارس سامبل، درت اون صوص طوماط ولا صوص بولونيز، بصح درتها الجيريا، يعني ما درتش لا صوص بولونيز على حقها وطريقها، باسكو صوص بولونيز نديرو فيها الكرافس، نديرو فيها زهوديه وبزاف عفايس. انا درت غير اون صوص طوماط سامبل ودرتها بلا فيوندا، شويه ملح فلفل كحل ثوم بصل طوماطيش مع الطماطم المزبره، وطيبتها مع شويه ديال الماء نص كاس ماء، وخليتها حتى نشفت مليح مليح من الماء ديالها، وطفيت عليها. هذه هي لافاس اللي درتها، ونتمنى لكم الاختيار ديروا اي نوع حشو حبيتوه. البنات كيما شفتوا معايا، كي كنت ندير هذيك لافارس العجينه في هذه الاثناء راهي تبدلها في الحجم ديالها كيما شفتوا، ديكا زيدها. وهنايا قسمتها لزوج لدو بارتي، باسكو هنايا راح ندير دو كرون كالزوني، وانتوما الى حبيتو ديروا 4 موايان ولا ديروا 6 ولا 8 صغار، هذا يقعد لكم الاختيار. بصح لي كالزوني جينيرالمون يجيو هكذايا كبار. اذا هنايا نحكم كرايا وراح نحلها دائريا كيما نحلو لاباتا بيتزا اكزاكتو، كيما قلت لكم ديجا هاد لاباتا تصلح تجي في البيتزا تجي رائعة، تجي فريمون كيما بيتزا ديال تبارا كيما نقولو، تجي
فريمون رائعه. لان انا كيما شفتو حليت العجينه ديالي رقيقه دائره كيما نحلو لاباتا بيتزا. ودوكا راح نبدا نعمر فيها بالحشو اللي حضرنا. كيما شفتو لاصوص طماط ديالي خفيتها نشفت مليح مليح من الماء. راح ندير لا فارس في اون واتي ديال العجينه كيما راكم تشوفوا. وانا راح نزيد شويه ديال لي زوليف نوار اللي قطعتهم هكا دي روندل، شويه ديال لو فرماج، ونبدا نشكل في الكازون ديالي كيما راح تشوفوا معايا. طريقه سهله. وبالنسبه للحشو قلت لكم تقدروا تبدلوا في الحشو ديالكم كيما حبيتوا. انا درت صوص اون تاشي زيتون و فرماج. وانتم ديروا بلو بولي بلو طون، ولا ديروا غير كازوني او فرماج، ديروا مع شويه ديال البيشامال تجي فريمون رائع. يعني لكم الاختيار، ديروا واش حبيتو بطعمو الكازوني ديالكم باش ما حبيتو. اذا كيما شفتو بعد ما عمرت الكازوني ديالي ودرت له لا فارس كيما شفتو، أغلقت عليه في النصف الثاني، درتو كيما الشوفون دو سوفلي كيما شفتو، ضغطت عليه وراح نبليه هكذا بهذا الشكل هذا كيما راكم تشوفوا معايا، باش نضمن انه ما راحش تحلي في الفرن ولا فارس ديالي تقعد الداخل ما راحش تخرج. في الاخير راح ندردل عليه ولا جو بودري بشويه ديال الفرينه كيما راكم تشوفوا، نديرو في صينيه وندخلو الفرن سخون يطيب على درجه حراره 250. انا 250 هي اعلى درجه عندي، وانتم طيبوا على اعلى درجه عندكم. المهم الفرن يكون سخون مليح مليح. المده ديال الطهي ما ياخذ بزاف ديال الوقت، 10 ل 12 مينوت ماكسيموم. وحتى تحصلوا على هذا اللون هذايا كيما راكم تشوفوا، ياخذ لون شباب. ما راحش يتحمر لكم باسكو ما درناش لا دورور. يعني هذا هو القوام ديالو كيما راكم تشوفوا، يجي طب خفيف من اروع ما يكون. فوالا لي في لي ريزولتا ديال لوكازيون ديالنا كيما راكم تشوفوا. كيما قلت لكم نخليوه يطيب 250 دوغري فون سخون مليح مليح لمده ديال 10 ماكسيموم 12 مينوت حتى يتس بهذا اللون شباب هذايا. وكيما راكم تشوفوا العجينه تجي قطنيه رائعه، فريمون عجينه رائعه. يعني وصفه خفيفه ظريفه وشخطو بزاف بنينه. دوكا راح نقطع لكم تشوفوا كيفاش يجي من الداخل، يجي رائع فارغ كيما راكم تشوفوا. يجي ما يجيش هكذاك معجن باسكو العجينه ديالنا خفيفه ومقطنه، فريمون عجينه رائعه. وكيما قلت لكم تصلح ديروا بها حتى البيتا ديالكم. هيا البنات نكونوا لحقنا نهاية الوصفة ونهاية الفيديو. إن شاء الله تكون وصفة اليوم نالت عجبكم، وإن شاء الله تجربوها وتنجحوا فيها بإذن الله. ونقول لكم نلقاكم في فيديو آخر إن شاء الله.